بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين، حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. ففرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وبين أوليائه وأعدائه. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به، ويتبعه في باطنه وظاهره. والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله، وهو دين الله، وهو عبادة الله، وهو طاعة الله، وهو طريق أولياء الله، وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة العظيمة التوسل والوسيلة في هذه الخطبة العظيمة التي بدأها بخطبة الحاجة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وما قام به صلى الله عليه وسلم من أعباء الرسالة وأداء الأمانة التي كلفه الله بها. فما من حلال إلا بينه، وما من حرام إلا بينه بأمر ربه سبحانه وتعالى، خصوصا في أمر العقيدة والعبادة وما يتبعهما من الأحكام. فإنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين امتثالا لأمر ربه، قوله: عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ صلى الله عليه وسلم
ما أنزله الله إليه ولم يكتم منه شيئا حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ورضي لأمته الإسلام دينا. والإسلام هو الذي جاء به صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق، فهو شامل لكل ما تحتاجه البشرية في عقيدتها وعبادتها وأخلاقها ومعاملاتها كامل، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله بعثه إلى الناس كافة، بل بعثه إلى الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا. وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، وربما يتعاصر نبيان في وقت واحد، كل نبي له أمة يبعثه الله فيها. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أمر جميع الناس باتباعه من أصحاب الملل كاليهودية والنصرانية والأميين الذين ليس لهم ملة شرعية، أمر الله الجميع باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك بقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين جميعا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأوجب على الجميع الجن والإنس اتباعه، فمن لم يتبعه ويؤمن به فهو كافر. ولو كان يزعم أنه على دين كاليهود والنصارى فإن دينهم قد انتهى ونسخ بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل إنما هو بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ. والله جل وعلا يشرع لخلقه ما يشاء فهو المشرع، ونحن علينا الامتثال. أما أننا نقول ما نتبع إلا فلان فهذا أمر لا يجوز، علينا أن نتبع أمر الله. والله أمرنا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على الجميع طاعته واتباعه من يريد النجاة. وأما من عاند وكابر فإنه قد بلغته الرسالة وقامت عليه الحجة وحسابه على الله عز وجل. وإذا أضاف إلى كفره بالرسول صلى الله عليه وسلم أضاف إلى ذلك نشر الكفر ومقاومة الإسلام وصد الناس عن دين الله فإنه يقاتل، قاتلوا بالسيف. لذلك شرع الله الجهاد في سبيل الله لأجل قمع المشركين والكفار وكف كفرهم أن ينتشر، ولأجل منعهم من صد الناس عن دين الله عز وجل. والجن
واجب عليهم اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الله ذلك بالقرآن: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، لأن القرآن يعنيهم وهم مطالبون به، فاستمعوا يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، كما قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالجن استمعوا القرآن وأنصتوا، فلما قضيت تلاوة القرآن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين. وهكذا ينبغي أو يجب على من علم الحق أن يبلغ به قومه وأهل بلده، ولا يكتفي بنفسه بل يبلغه. فالجن لما سمعوه وتحملوه ذهبوا إلى قومهم منذرين، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان الناس لينفروا كافة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه لأمرين: أولا يتفقهون، والثاني ينذرون بعدما يتفقهون. فلا يكفي التفقه بدون إنذار، ولا يكفي الإنذار بدون تفقه، لا بد من الأمرين: أن يتفقه أولا ثم ينذر ويدعو إلى الله عز وجل. ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، يعني لما سبق من الكتب، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا برسوله. أمروا قومهم أن يجيبوا الدعوة وأن يؤمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغفر لهم وينجيهم من عذاب أليم، يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فدل على أنه لا مغفرة ولا نجاة من العذاب الأليم إلا بإجابة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، لا يعجز الله عز وجل، بل الله يأخذه. إما أن يسلط عليه المؤمنين، وإما أن ينزل به عقوبة من عنده، لأنه بلغته الحجة وانقطعت معذرته، فلم يبق إلا العقاب، إما عاجلا وإما آجلا. وفي سورة الجن قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذا فيه أن الرسول مبعوث إلى الجن والإنس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث واجه عالما يموج بالكفر والشرك والفتن والجهل، فقام بالدعوة إلى الله وصبر على ما ناله من الأذى، ولم ييأس ولم يقنط، بل صبر صلى الله عليه وسلم حتى
نصره الله، نصر دينه، فتح الله به آذانا صما لا تسمع الحق في الأول، وقلوبا غلفا مغلفة لا يصل إليها الحق. هذا في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعينا عميا، ليس معناه أن عمي ما تبصر، لكن عمي عن الحق، ما تبصر الحق. لهم أعين لا يبصرون بها، هم عميان ما يشوفون الطريق لكن لا يبصرون بها الحق ولا ينتفعون بها. فهدى به من الضلالة التي كان عليها أهل الجاهلية. قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبصر به من العمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم واجه أهل الأرض كلهم من كتابيين وأميين ومن جن وإنس، وقام بأعباء الرسالة حتى أظهر الله هذا الدين، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالاثنين، العلم النافع وبالعمل الصالح، فلا ينفع علم بدون عمل ولا ينفع عمل بدون علم، بل لا بد من الاثنين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالاثنين، بالهدى ودين الحق. ثم إن الشيخ رحمه الله دخل في الموضوع. أولا، قبل أن يدخل في الموضوع ذكر أنه لا طريق إلى الله ولا إلى مرضاته ونيل جنته إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الذي يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يحبون الله ويعبدونه بالمحبة كما يقولون، ولكنهم لا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتبعون أذواقهم ومواجيدهم ومشايخهم، ويقولون إنهم يأخذون عن الله مباشرة وليسوا بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا ووصلوا إلى الله، ليسوا بحاجة إلى الرسل. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه يحب الله ولا يتبع الرسول إنه كاذب. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا طريق إلى الله إلا بهذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يعبد الله بغير ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن زعم أنه يتقرب إلى الله وأنه حسن النية وحسن القصد، فالطريق مسدود في وجهه، لأنه أتى من غير طريق، ومن أتى من غير طريق فإنه يضيع ويهلك. فلا طريق إلى الله
إلا من طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز تقليد الناس وما هم عليه، تقليد الكبار والعلماء والرؤساء إذا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون يوم القيامة وهم في النار: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، أضلونا السبيل. وهكذا كل من اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فإنه قد ضل السبيل، قد ضل السبيل. وإن كان يزعم أنه يتقرب إلى الله وأنه يحب الله وأنه يقصد الخير، لأنه ترك الطريق الصحيح فهو يمشي مع غير الطريق، مع طريق ضلال. فلا طريق إلى الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات والأذواق والمواجيد التي يدعيها الصوفية والمحبة إلى آخر ما يقولون. هذا كله لا يؤدي إلى نتيجة، إلا إلى نتيجة سيئة. فالله جل وعلا حصر الوصول إليه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى الناس كافة. وليس هو رسولا إلى العرب خاصة، وإنما هو إلى العرب والعجم وسائر الإنس والجن، بشيرا ونذيرا إلى العالمين. رسالته عالمية، كتابه القرآن عالمي، يسع الناس كلهم ويسع الأزمان والأمكنة كلها إلى أن تقوم الساعة. فهو دين كامل شامل وباقي ومحفوظ بحفظ الله عز وجل من التحريف والتبديل والتغيير إلى أن تقوم الساعة. فهذا من رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين، ومن إقامة الحجة على المعاندين. ثم دخل في الموضوع: إذا كان لا يمكن الوصول إلى الله وإلى جنة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لا يسع إنسيا ولا جنيا من أهل الأرض إلا أن يتبعه، فمن لم يتبعه فهو في النار، إذن فالوسيلة التي توصل إلى الله هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة، والوسيلة في اللغة هي السبب الذي يوصل إلى المقصود، هي السبب الذي يوصل إلى المقصود، هذه هي الوسيلة. والتوسل هو التقرب، من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. فالذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا
تتوسط لك عند الله فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل. فالله ما أمرنا أن نتخذ وسائط بيننا وبينه بأي كتاب أو بأي سنة، أن الله أو الرسول أمر أن نتخذ أشخاصا توسطون بيننا وبين الله. إنما الواسطة بين الله وبين عباده في الرسل عليهم الصلاة والسلام، يبلغون واسطة في تبليغ الرسالات. أما الواسطة التي يتخذها المشركون يجعلون أشخاصا أحياء أو أمواتا يتوسلون بهم إلى الله عز وجل ويزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فهذا باطل، رده الله في القرآن. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم يتوسطون لهم ويشفعون لهم عند الله. ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى هذا شركا وهم يزعمون أنه عمل صالح. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أي من دون الله، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول إن نحن نعلم أنهم ما يضرون ولا ينفعون ولا يخلقون ولا يرزقون، هذا بيد الله، يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن يقولون هؤلاء صالحون ولهم مكانة عند الله فنحن نتوسط بهم. هل الله جل وعلا أغلق الباب بينك وبينه ولم يسمع حاجتك حتى تتخذ واسطة تبلغ مثل ما يتخذ عند الملوك؟ الله جل وعلا فتح بابه الليل والنهار، ادعو الله في أي مكان أو في أي زمان أو في أي لحظة، ارفع يديك إلى الله وادعو الله، الله قريب مجيب. ولا تقل بواسطة فلان ولا بحق فلان ولا بجاه فلان، هذا دين لم يشرعه الله عز وجل. وهذه المسألة هي التي بنى الشيخ رحمه الله هذا الكتاب عليها، بيان الوسيلة الصحيحة والوسيلة الباطلة. الوسيلة الصحيحة هي الأعمال الصالحة، والوسيلة الباطلة اتخاذ الأشخاص وسائط بين الناس وبين الله في قضاء حوائجهم ورفع حوائجهم إلى الله عز وجل، هذه هي الوسيلة الباطلة. وأما احتجاجهم بقوله وابتغوا إليه الوسيلة، أن الوسيلة هي الأشخاص، هذا تفسير باطل لا تجدونه في كتب التفسير. وكذلك قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب؟ الوسيلة هي العمل الصالح. فعيسى وعزير كان يدعوهم اليهود والنصارى، الله أخبر أن عيسى وعزيرا هم يدعون الله ويحتاجون إلى الله عز وجل، يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم بشر لا يملكون شيئا. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون، وهم عزير وعيسى ومريم والملائكة، يدعونهم من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله أخبر أن هؤلاء عباد، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم.
بل إن من العجب أن الإنسان الحي القادر يدعو الميت الهامد، الميت الهامد يدعوه من دون الله ويزعم أنه يقربه إلى الله زلفى. الميت الذي انتهى عمله ولا يستطيع الزيادة من العمل ولا التوبة من الذنوب ولا التصرف، يا هذا الحي يدعوه من دون الله ويستشفع به إلى الله وإلى آخره، كحال عباد القبور عند القبور والأورحة يطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويقولون هؤلاء رجال صالحون ونحن نتوسط بهم إلى الله عز وجل. هذا هو نفس قول المشركين الأولين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن سبحان الله يقرؤون القرآن ولا يتأملونه، وإنما يأخذون دينهم عن العوائد أو عن الأشخاص أهل الضلال يقلدونهم الذين ليسوا على حق، فهم لا يأخذون دينهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يأخذونه عن عاداتهم وتقاليدهم وما وجدوا عليه آباءهم وما أملته عليهم شياطين الإنس والجن، ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله ولا يتأملون. ربما الواحد منهم يحفظ القرآن بالقراءات العشر ويحفظ السنة ودواوين السنة يحفظها عن ظهر قلب، لكن يدعو غير الله، يحمل العلم ولا يعمل به ولا ينتفع به، كالحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله. هذه حالة يرثى لها في كثير من العالم الإسلامي اليوم، ما تجد بلدا من البلدان إلا وفيه الأضرحة والقباب والطائفين والعاكفين والذين يذبحون والذين ينذرون لهذه الأضرحة وهذه. فهذا من العجائب أن القرآن معنا والسنة معنا، ولكن لا يلتفت إلى ما فيهم. وإذا أحد دعاهم إلى الله وبين لهم قالوا هذا خارجي، هذا من الخوارج، هذا ينكر كرامات الأولياء، يبغض الصالحين، يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشنعون على دعاة الحق. هذا يريد رياسة، يريد منصب، يريد مال، يريد الظهور، كما قيل للأنبياء من قبل. فهذه مصيبة، والذي يحمل رايتها هو الشيطان إبليس لعنه الله وخلفاؤه من شياطين الإنس والجن، هم الذين يحملون راية التضليل وراية الدعوة إلى الشرك ومحاربة التوحيد ومحاربة ما جاء في الكتاب والسنة. ويقولون الكتاب والسنة مشايخنا أعلم بها، مشايخنا أعلم بالكتاب والسنة، فلو كان هذا باطلا ما أقروا، هم أعلم منا بالكتاب والسنة، فلو كان هذا باطلا ما أقروا، هكذا يقولون. وهذه حجة داحضة. الواجب على الذي يريد النجاة لنفسه أن يتبع الحق، ولو خالف ما عليه شيخه أو رئيسه أو قبيلته أو بلده، يطلب الحق. ولو عاداه الناس، ولو الناس
ضايقوه يصبر على هذا، يصبر على هذا، لأن هذا شيء حصل للأنبياء، حصل للدعاة والمجددين، فلم يثنهم ذلك عن المضي في سبيل الدعوة. لكن هذا كما ذكرنا يحتاج إلى علم قبل، تعلم الإنسان قبل أن يباشر الدعوة ويتعلم حتى يواجه الشبهات ويواجه الاعتراضات بإبطالها. أما إذا كان ما عنده علم ينهزم في أول مرة، فيجب التسلح بالعلم حتى إن الإنسان يدحض هذه الحجج ويقيم الحجج الصحيحة، يوضحها للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. نعم. وليس لأحد أن يحلل ويحرم من عنده، فمن فعل ذلك فقد جعل نفسه شريكا لله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالذي يحلل ويحرم من غير دليل هذا اتخذ نفسه شريكا لله، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية، وكان على دين النصرانية قبل أن يسلم، كان أبو حاتم وأهل طي على دين النصرانية، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه سمع هذه الآية، قال يا رسول الله إننا لسنا نعبدهم. هو فهم رضي الله عنه أن العبادة هي الركوع والسجود لهم، قال لسنا نعبدهم. قال أليسوا يحللون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. هذا نوع من العبادة، الذي يطيع مخلوقا في التحليل والتحريم غير الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه مشرعا على الله عز وجل. نعم. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. والدين ما شرعه الله ورسوله، لا ما شرعه الأشياخ وشيوخ مشايخ الطرق وأهل الضلال. ما الدين؟ هو ما شرعه الله ورسوله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الدين هو ما شرعه الله، ليس لأحد أن يشرع دينا من عنده، ومن ابتدع فقد شرع دينا من عنده، من جاء ببدعة فقد شرع دينا من عنده، من حرم حلالا أو أحل حراما فقد شرع دينا من عنده. الدين ما شرعه الله عز وجل، هو الذي يشرع لعباده، والرسول مبلغ عن الله. أما تشريعات الناس فهي مردودة في العبادات أو في المعاملات أو في الأخلاق والآداب، مردودة كلها إلا ما وافق الدليل، ما وافق الكتاب والسنة. نعم. وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس فعلى كل أحد. نعم، بشيرا ونذيرا. فأرسله الله إلى الثقلين، لا بد من اعتقاد هذا أن رسالته عامة، اللي يعترف أنه رسول ويؤمن أنه رسول، لكن يقول رسالته إلى العرب فقط أو إلى قومه فقط، هذا كافر، هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله. فلا بد من الإيمان والاعتراف والإقرار
لأنه رسول الله إلى الناس كافة، وأنه لا يسع أحدا إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أرسله الله في من يقول الآن إن اليهود على حق والنصارى على حق والإسلام، يقولون على حق من باب المجاملة، ولا ما يرون أن الإسلام حق، لكن يقولون هو دين من عرض الأديان، من عرض الأديان، ولا يعترفون أنه ناسخ، ولا يعترفون أن الرسول رسالته عامة، فهذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر بالله عز وجل وجحود لرسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس، فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه. على كل أحد، ولا أحد يقول أنا ما أحتاج إلى اتباع الرسول، أنا أعرف وعندي علم، ولا أو أنا وصلت إلى الله لست بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قد مر بنا في نواقض الإسلام أن من زعم أن أحدا يسعى في الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مرتد، هو مرتد عن دين الإسلام، هذا من نواقض الإسلام. من زعم أن أحدا يسعى في الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن له أن يعبد الله على الطريقة التي يراها أو الطريقة السابقة فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. نعم. فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره. نعم، في باطنه وظاهره، ما ينفع الاتباع في الظاهر والكفر في الباطن، هذه حالة المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا في ألسنتهم، يقولونه بألسنتهم، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في نفوسهم وقرارة قلوبهم كاذبون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. لأما الله جل وعلا فإنه يطلع على الظاهر والباطن، الرسول ما يطلع إلا على الظاهر، فيقبل إسلامهم ويقبل شهادتهم بناء على ظاهرهم. نعم. واتباعه ما يكفي التصديق، ولا فيه من يصدق أنه رسول الله لكن ما يتبعه، هذا كافر، كما سبق لكم حالة أبي طالب لما اعترف الرسول بأنه حق، ولكن يقول ما أخاف أتبعه يصير هذا مسبة لقومي ولدين عبد المطلب، فمنعته الحمية الجاهلية لدين أبيه عن أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي الاعتراف في القلب أنه رسول الله بدون اتباع، بدون اتباع. الله جل وعلا يقول واتبعوه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. الله جل وعلا يقول عن المشركين فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ويقول عن اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناء، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الاعتراف بالقلب بدون اتباع ودون نطق باللسان لا ينفع. نعم. والإيمان به ومتابعته هو سبيل الله وهو دين الله، هو سبيل الله، يعني هو صراط الله وطريق الله الموصل إليه، والسبيل والطريق، نعم، والوسيلة، نعم، وهو دين الله وهو عبادة الله، وهو عبادة الله. فالذي يعبد الله على غير طريقة الرسول هذا لا يعبد الله، وإنما يعبد الشيطان ويعبد هواه،
الذي يعبد الله ويصلي ويصوم ويجتهد لكن على غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعبد الله وإنما يعبد الشيطان. نعم. وهو عبادة الله وهو طاعة الله. نعم. وهو طريق أولياء الله، هو الطريق الوحيد، طريق أولياء الله الذين يحبهم ويحبونه. نعم. وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله وهو الوسيلة، هذا محل الشاهد، وسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله وابتغوا إليه الوسيلة. قال المشركون من القبوريين الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق. وقال أهل العلم والراسخون في العلم الوسيلة أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذه هي الوسيلة التي أمر الله بها. نعم. وهو الوسيلة التي أمر الله بها عباده في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نعم. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد واتباعه. وسيلة إلى الله هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، ليست الوسيلة بالأشخاص الذين تجعلهم واسطة بينك وبين الله، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا فليسوا وسائل إلى الله عز وجل. نعم. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنا وظاهرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه. نعم. هذه هي الوسيلة الموصلة إلى الله، طاعة الله ورسوله، هذه هي الوسيلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته. فلا وسيلة إلى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله إلى أن تقوم الساعة. أما من زعم أن هناك وسيلة توصل إلى الله بغير ذلك فإنه كاذب، إنه كاذب ومخادع لنفسه ولغيره. نعم. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته في مشهده ومغيبه، في مشهده ومغيبه يعني في جميع أحواله، فالإنسان يتقي الله حيثما كان ويكون متعلقا بالله عز وجل في كل مكان، ولا يخص هذا بحال دون حال أو مكان دون مكان، بل يكون هذا طريقه إلى الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال من الأحوال. نعم. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق، هذا رد على الصوفية الذين يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى الله ما هو بحاجة إلى يسقط عنه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن انتهت الحاجة إلى الرسول، هذا تقوله الصوفية. نعم. لا يسقط التوسل بالإيمان لذلك لا إذا قيل لهم هذا يخالف قول الرسول قالوا إحنا ما إحنا بحاجة إلى الرسول، ما وصلنا الرسول إنما هو للعوام، الرسول للعوام، أما نحن خواص وصلنا إلى الله لسنا بحاجة إلى الرسول. ومنهم خاصة الخاصة، لا منهم ناس خاصة الخاصة يسمونه، هذا كله من تزيين الشيطان وتلاعبه بهم. نعم. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، بعد قيام الحجة عليه بالبلوغ، بلوغ الحجة إذا بلغه القرآن والسنة قامت عليه الحجة
بشرط أن يكون يفهم القرآن، يكون عربي يفهم المعنى، يكون يفهم المعنى، يعني ما هو لازم يفهم بالفعل، أن يكون عنده استعداد للفهم إذا أراد. أما إذا كان ما عنده استعداد للفهم كالأعجمي الذي ما يعرف اللسان العربي، فهذا لابد يبين له، يفسر له، يترجم له، ترجم له بلغته. أما العربي الذي يسمع القرآن وبلغة باللسان العربي المبين، يسمع الأحاديث وهي بالعربية وبلسان عربي مبين، هذا بمجرد ما تبلغه تقوم عليه الحجة، لأن يعني كان بوسعه أن يسأل عن معناها نعم. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر. أما الذي ما قامت عليه الحجة كمن لم يبلغه القرآن ولم تبلغه السنة، منقطع عن العالم، يعيش في معزل من الأرض ولا بلغ شيء ولا وصل إلى شيء، هذا من أصحاب الفترة، هذا أمره إلى الله عز وجل. أو بلغه القرآن والسنة لكنه أعجمي، القرآن بلسان عربي والسنة بلسان عربي، هذا أيضا لا بد يترجم له المعنى حتى تقوم عليه الحجة. أنت لما تسمع كلاما أعجميا أنت تفهم منه شيء؟ تفهم منه شيء لأنه بغير لغتك، فلا بد من الترجمة. نعم. ولا بعذر من الأعذار ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته. نعم، هذا هو الوسيلة الصحيحة، الإيمان بالله وطاعة الله، هذا باختصار هو الوسيلة التي توصل إلى الله، وليست الوسيلة ما اخترعه المشركون والقبوريون، وأن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأموات أو من الأحياء، من الصالحين، من الملائكة، من الأنبياء، ما فيه بين الله وبين عباده واسطة في رفع حوائج الناس إلى الله عز وجل. الله يسمع ويرى ويعلم سبحانه حوائج خلقه، فليس بحاجة إلى أن تجعل بينك وبين واسطة. لو تهمس في نفسك الله يسمع هذا سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك وما في صدرك وما في قلبك، ما بحاجة إلى أن تجعل واسطة تبلغ الله عن حاجتك كما يقول هؤلاء. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، هذا بلا شك الشفاعة حق بالمعنى الصحيح، الشفاعة التي تطلب من الله ويكون المشفوع فيه غير مشرك وغير كافر، يكون من أهل الإيمان، تقبل الشفاعة بشرطين. الشرط الأول أن تكون الشفاعة بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وليس مثل الرؤساء والملوك يشفع عندهم الناس والشفعاء بدون إذنهم، بل قد لا يرضون بهذا لكن يضطرون إلى قبول الشفاعة لأجل مداراة الناس مصالحهم. الله ليس كذلك جل وعلا، الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أن تتخذ وسائط تبلغ الله حاجتك، يعلمها ويسمعك ويبصر حالتك، ليس بحاجة، فلا بد من إذن الله للشافي أن يشفع، لا كالمخلوق يشفع عنده بغير إذنه، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد الذين عندهم ذنوب وسيئات واستحقوا العذاب، فيشفع لهم الشافع عند الله، يتوسط لهم عند الله في تخليصهم من العذاب
بدعائه يدعو الله عز وجل أن يخلص فلانا وأن ينقذ فلانا من العذاب. الشفاعة معناها الدعاء، على العموم الشفاعة معناها الدعاء، فيدعو الله عز وجل بأن يخلص فلانا من العذاب. أما الكافر الله جل وعلا يقول في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي الشفاعة العامة تكون للمسلمين وللكفار، وهي الشفاعة في أهل الموقف، أن يخلصهم الله من الموقف وهوله وشدته، هذه شفاعة عامة لجميع الناس، فيطلب من الله أن يأذن لعباده بالانصراف من الموقف إلى الحساب وإلى ما بعده، يأذن الله لهم بعدما يدعو الله عز وجل ويخر ساجدا بين يديه ولا يشفع حتى يقال له: قل يسمع واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمده الأولون والآخرون على توسطه لهم عند الله في الدعاء أن يخلصهم من كرب الموقف. نعم. الرسول حي، الرسول حي في ذاك الوقت، حي، وطلب الدعاء من الحي أمر مشروع، أما طلب الشفاعة من الميت أو الدعاء من الميت هذا أمر ممنوع، لأن الميت ليس له عمل، انقطع عمله ولا يقدر يعمل شيء، لا دعاء ولا غير دعاء. نعم. وصلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو حينما يشفع ويقبل الله شفاعته في أهل الموقف. نعم. فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاء كثيرون، يأذن الله لخلق كثير بالشفاعة، فالرسل يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون وهم الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، الشفعاء كثيرون، لكن الشفاعة الخاصة هذه لا يشاركه فيها غيره. نعم. الشفاعة في أهل الموقف خاصة بالرسول لا يشاركه غيره، أما الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين فيشاركه فيها غيره. نعم. فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله، لا شك أن له جاها عند الله عز وجل، لكن لا يسأل بجاهه، ما يقال أسألك بجاه الرسول أو بجاه محمد، لأن هذا بدعة، لم يرد هذا، وإلا فالرسول له جاه، إذا كان عيسى عليه السلام كان عند الله وجيها، وموسى عيسى وجيه عند الله وجيها في الدنيا والآخرة، وموسى وجيه أيضا، والله جل وعلا يقول: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله، يعني موسى، وكان عند الله وجيها، فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله فمحمد أعظم منهما، فله جاه عند الله عز وجل، لكن لا نسأل الله بجاهه لأن هذا الشيء لم يرد. نعم. إنما نسأل الله باتباعه، لأن اتباع وطاعة عبادة، تتوسل إلى الله بالطاعة والعبادة، لا، ومنها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اتباع الرسول هذا عمل صالح يتوسل به إلى الله، أما التوسل إلى الله بنفس
جاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء لم يرد، وإن كان الرسول له جاه عظيم عند الله عز وجل. نعم. فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله، وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: وكان عند الله وجيها. نعم. وقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام: وجيها في الدنيا والآخرة. فإذا كان موسى والمسيح عليهم السلام لهما جاه عند الله، فمحمد أعظم جاه لأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، لكن كون لهم جاه لا يبيح السؤال بجاهه، لأن هذا شيء لم يرد بدليل. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين. نعم. لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له. نعم. شفاعة الرسول حق، ودعاء الرسول حق، فينفع من دعا له الرسول أو شفع له عند الله ينفعه ذلك. نعم. لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ودعا له، وليس من توسل بجاه الرسول أو بحق الرسول، هذا شيء لم يرد. إنما من دعا له الرسول أو شفع له الرسول عند الله فالله يقبل شفاعته. نعم. فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، يدعو الله لهم وهو مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام. هذا شيء مشروع لا بأس به من الرسول ومن غيره، أن تأتي إلى رجل صالح تقول: يا أخي اسأل الله لي يقضي حاجتي، ادعو الله لي، هذا لا بأس به، شرطا يكون هذا الذي تطلب منه الدعاء حيا على قيد الحياة وحاضرا يسمعك. نعم. وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. اي نعم. وهذا في الآخرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في الآخرة، تقدمون إليه واطلبوا منه الشفاعة، أما وهو ميت عليه الصلاة والسلام ما لا أحد يطلب منه شيئا، لا عند قبره ولا. نعم. ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى. هذا لفظ التوسل، التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، هذا الذي يفسرون به الوسيلة. لو راجعتم التفاسير لوجدتم هذا مدونا فيها، تفسير ابن جرير وابن كثير وأئمة أهل التفسير. نعم. والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به، وأما بدون الإيمان به فالكفار والمنافقون لا تغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة. لا شفاعة الأنبياء ولا غيرهم، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة إنما تنفع لأهل الإيمان، هذا شرط من شروط الشفاعة. ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ولا شفيع يطاع. نعم. ولهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه. يكفي، نقف عند هذا. شفع هذه الشبهات وما يرد به عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أو على الأقل ما يغتر بهذه الشبهات، إذا سمعها ما يغتر بها، يكون عنده مضاد لها، يكون عنده شيء مضاد لها. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كتاب التوسل والوسيلة هل ألفه شيخ الإسلام رحمه الله من حفظه في السجن، أم أن الشيخ ألفه خارج السجن بالرجوع إلى المراجع وتحقيق المسائل، حيث يذكر أحد طلبة العلم أن أغلب مؤلفات هذا الشيخ ارتجالية ومن حفظه لا بالرجوع إلى الأصول وكتب أهل العلم، فما مدى صحة هذا الكلام؟
هذا إن كان من باب الطعن في مؤلفات الشيخ وهو الظاهر من كلام هذا الرجل فهذا لا يغير الشيخ. الشيخ رحمه الله أعطاه الله من العلم والبصيرة سعة الحفظ سعة الاطلاع ما يقدر أن يكتب من ذاكرته ومن علمه، وقد كتب أشياء كثيرة في جلساته وأجوبته وهو ما عنده كتب. هو لازم أن الإنسان لازم يصير عنده كتاب، ما يكتب حرف إلا ينظر كتاب. هذا العاجز مثلنا. أما العالم ما بحاجة إلى هذا. الشيخ متبحر في العلوم فليس بحاجة إلى أنه يجيب الكتب عنده وينقل منها، هو حافظها يجيبها وقد رجع نقله ووجد طبق الأصل، ما عثر على نقل خطأ أبدا. اللي عثر على نقل خطأ يأتينا به نتحداه. هذا شيء معروف ومشهود به للشيخ، قد بهر الباحثين وبهر العلماء في دقة نقله ووضعه الأشياء في مواضعها من مسائل العلم البحوث. هذا كرامة من الله، أعطاه الله لهذا الرجل المجدد الذي نفع الله به ولا يزال نفعه جاريا على المسلمين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. أما إن كان هذا القائل يقصد مدح الشيخ وأنه يعني يحفظ وجيد الحفظ والذاكرة، فالشيخ أهل لذلك، أهل للمدح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأ عليكم القارئ قول المؤلف رحمه الله: فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بمحمد واتباعه. واتباع هذا يفسر المراد بمحمد، ما هو بذات محمد وإنما هو باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: وعندنا في النسخ بمحمد وأتباعه. لا، واتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما هي أفضل الوسائل للرد على الصوفية؟ رد عليهم كثير، الصوفية شبهاتهم في ردود كثيرة قديمة ومعاصرة، على طالب العلم أنه يرجع إليها. ومن ذلك ما كتبه الشيخ في علم السلوك وعلمه، هو موجود في المجموع علم السلوك والرد على الصوفية، كذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، فإنه تعرض لشبهاتهم بالرد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن سؤال الميت أن يدعو لك عند الله أن هذا العمل بدعة لم يفعله السلف. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أن سؤال الميت أن يدعو لك عند الله أن هذا بدعة لم يفعله السلف ولا يعد كفرا أو شركا، إنما هو من البدع، فهل هذا النقل عنه صحيح؟ ما دام أنك تقول أنه في ما المجموع ما كل ما فيه إن شاء الله هو صحيح معتمد، ولكن هو ما قال إن سؤال الميت الدعاء من الميت أنه جائز، يقول بدعة لا يجوز، كونه شرك أو ما هو شرك هذا يحتاج إلى تفصيل من حالة الداعي هذا والطالب هذا، هل هو جاهل هل ما هو جاهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: فالميت لا يطلب منه شيء لأنه انتهى عمله، الدعاء عمل، أن تطلب من الميت شيء لا يقدر عليه، الميت لا يقدر أن يدعو ولا يقدر أن يستغفر، ذنوبها اللي عليه ما يقدر يستغفر منه، فكيف يستغفر يدعو؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هو بحاجة إلى أن يخفف عنه العذاب، عذاب القبر، ولا يستطيع يدعو الله عز وجل.
لأنه ما يقدر يدعو، انتهى عمله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل للشيخ محمد الرفاعي؟ أنا ما قرأته، لكن الرجل معروف أنه سلفي وأنه طيب العقيدة إن شاء الله. أما يمكن يصير فيه بعض الأخطاء ما أدري عنه، أنا ما قرأته، لكن الرجل من حيث هو الرجل طيب، ومن الدعاة للتوحيد في بلاد الشام رحمه الله. نعم. وأغلب ظني أن كتابه مستفاد من كتب شيخ الإسلام بن تيمية، لأنه يحب شيخ الإسلام حبة شديدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة خلف من يقنت دائما في صلاة الفجر ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دور مسجد آخر، إذا كان يمكنه يلقى مسجد آخر فهو يذهب إلى المسجد الذي ليس فيه بدعة، وإذا لم يجد فإنه لا يترك الجماعة، يصلي معهم صلاة صحيحة إن شاء الله، والإثم على الرجل الذي أتى بالبدعة، لكن لا يترك الجماعة، يصلي وحده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تطلب من العالم الموحد في الدنيا فتقول له إذا رزقك الله الشفاعة في الآخرة فاشفع لي عند الله، هل يجوز هذا الأمر؟ ما أعلم لهذا أصل، أنهم يوصون بالآخرة، يقولون بالآخرة تدعي لنا، اطلب منها الآن يدعو لك، شو تعجل للآخرة؟ أدام أنه رجل صالح وأنت بحاجة إلى الدعاء، هل يدعو لك الآن؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط من يطلب الدعاء منه من الصالحين الأحياء الحاضرين؟ هل يكون العالم وما دونه أو كل مسلم؟ كل مسلم يطلب منه الدعاء، كل رجل صالح يطلب منه الدعاء ولو لم يكن عالما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عوام أهل الشرك الذين يعبدون القبور ويتقربون إليها من الذين بلغتهم الدعوة أو يكونون من أهل الفترة؟ سبحان الله، من أهل الفترة، وهم يحفظون القرآن ويسمعونه، بلغتهم الحجة، اللي من أهل الفترة اللي ما يسمع شيء ولا بلغ شيء، هذا اللي من أهل الفترة منقطع عن العالم، هذا وين هو اليوم؟ من أحد الآن منقطع عن العالم؟ يعني وسائل الإعلام الآن وصلت المشارق والمغارب، ألم يبقى أحد ما لم تصله؟ نعم. لكن لو قدر أنه يوجد أحد ما عنده وسائل تقنية ولا وصلته المخترعات الحديثة ولم يصله شيء، يكون من أصحاب الفترة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط لبلوغ الحجة أن يعرف الشخص تفسير القرآن والسنة ومعناها أو يكتفى بإبلاغها نصا؟ إذا كان عربيا يكتفي ببلوغها نصا، لينذركم، ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. إذا كان عربي، العربي يفهم القرآن في الجملة وإن لم يعلم كل معاني القرآن، لكن في الجملة قرآن عربي خاطب يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أحد يجهل المعنى؟ حتى العوام ما يجهلون المعنى. إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله، ما أحد يجهل هذا، هذا ما هذا، لكن إذا صار عاجمي ما يعرف معنى لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ما يفهم يترجم له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إطلاق لقب العارف بالله على بعض الصالحين؟ هذه تزكية، العارف بالله هذه تزكية، وهذه الغالب أنها عند الصوفية. نعم. هذه عبارات صوفية، العارفين والعارف بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء؟ اللهم لا تحرمني شفاعة الصالحين يوم القيامة، أو يخصص بالقول فيقول اللهم لا تحرمني شفاعة فلان من العلماء يوم القيامة؟ شفاعة نبيك، يطلب من الله، استبي تطلب شفاعة الغير، تطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في بلد يكثر فيها الرافضة والصوفية، فكيف ننقذ العوام منهم وأن ندعو هؤلاء المبتدعة أو العوام فقط؟ نعم. يقول نحن في بلد يكثر فيه الرافضة والصوفية، فكيف ننقذ العوام منهم؟ وهل ندعو هؤلاء المبتدعة أم نكتفي بدعوة العوام؟ اللي عنده مقدرة يجب عليه أن يدعو الدعاة، يبين لهم ويقيم الحجة عليهم، واللي ما عنده مقدرة يبين بقدر استطاعته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نرى كثيرا من القبوريين هذه الأيام في المدينة المنورة يعلنون شركهم أمام الملأ ويتمسحون بالسيد وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ناصحناهم استهزأوا بنا وقالوا أنتم وهابيون، فماذا نفعل بهم؟ أنتم عليكم الإنكار باللسان وذلك بالبيان لهم، فإن لم يمتثلوا ترفعون بشأنهم إلى المسؤولين، إلى إمارة المدينة، إلى الهيئات، إلى مكتب الدعوة، تبلغون المسؤولين. نعم، هذا اللي يجب عليكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا بعض الصوفية يزعمون أن الصحابة كان لهم علم الغيب، فهل كلامهم صحيح؟ صحيح، والله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا في شك أنه ما هو صحيح، لا يعلم الغيب إلا الله، أو من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يطلع الله بعض الرسل على شيء من الغيب لإقامة الحجة على العباد. أما أن أحدا يدعي علم الغيب من غير الرسل هذا يكون كافرا، لأنه يدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب كما مر بكم في النواقض فإنه يرتد عن دين الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من علم الحق من العلماء المعتبرين ثم خالفه إلى فتاوى أناس تطفلوا على الفتوى يعتبر متخذا لهم أربابا؟ ما في شك، إذا كان أنه يعلم أنهم على خطأ وروج أقوالهم لغرض من الأغراض، إما لطمع وإما لطمس الحق وإما لمراغمة أهل الحق، فلا شك أنه اتخذهم أربابا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.